لن تعرف حتى تجرب. هذه العبارة أعجبتني بشكل كبير عندما قرأت كتاب التسويق للجميع للكاتب رؤوف شبابيك، وهذه بالفعل أعطتني يعني بعض الدلالات الرائعة لأنه لا أعتمد على منصة واحدة أو على تقنية واحدة أو على طريقة واحدة عند تسويق منتجاتي أو خدماتي، بل يجب أن أعتمد بعض الطرق وبعض التكنيكس وبعض المنصات، وممكن تكون يعني منصة واحدة فقط هي التي تتناسب مع تسويق خدمتي أو ترويجه، وبالتالي يجب عليك اختيار المنصة المناسبة عند تسويق الخدمة المناسبة لك أو المنتج أو حتى أي شيء، أو ممكن تعمل براندنج لنفسك. يجب عليك أن تختار المنصة المناسبة لكي تروج خدماتك وتسوقها بشكل صحيح. وخلينا أحكي لك يعني هذا الكتاب رائع جدا، كتاب بسيط وممكن هذا يساعدك في عملية التسويق للمنتجات الخاصة بك. عشان هيك بحكي لك أنه ما تعتمد على طريقة واحدة أو وسيلة واحدة، بل يجب عليك أن تجرب الكثير من الوسائل والتقنيات حتى تجد الوسيلة المناسبة لتسويق خدمة ما أو منتج ما. وخليني أذكرك يعني إذا عجبك هذا الفيديو ما تنسى الاشتراك في قناتي والإعجاب بهذا الفيديو، ودائما شاركنا بالآراء، وأنا طبعا يعني في استعداد كامل إنه أستقبل أسئلتك حول المواضيع المختلفة في ريادة الأعمال وتطوير الذات، وربنا يوفقكم ويسعدكم إن شاء الله تعالى.